شيخ، ما هي حدود استئذان الوالدين؟ نعم، الوالدان الأم والأب برهما واجب وعقوقهما من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ولكن ليس كل شيء يستأذن فيه الوالدان. فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فريضة فلا يستأذن الوالدين، بل لو قال: لا تصلي مع الجماعة مثلا، وجب عليه معصيتهما، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولا يجب استئذانهما أيضا في صلاة النافلة إلا إذا كان لهما شغل وهما محتاجان إليك، فحينئذ استأذن منهما، لأنهما إذا احتاج إليك كان القيام بحاجتهما من البر، والبر واجب، وصلاة النافلة تطوع، وحينئذ استأذن منهما. أما إذا كان لا يحتاجان إليك ولا ضرر عليهما فيما تفعل من الطاعات فلا حاجة للاستئذان. نعم.